عايش ظروف صعبة والسن، كبرت حياتي مدمرة، عمرني ما لقيت شي مساعدة اللي تساعدني في حياتي. كبرت وصلت 40 عام، تحتقرت بزاف حتى من العمال، ما بقاش عندي خدمة، ما عمرني طلبت ولا ما عطيت يدي لشي واحد. ودابا تنتمنى من اي محسن يتحاسن مع 4 الوليدات، ما باغي والو، رحشتي تدمرات. ملي كنت عندي 7 سنين وانا خدام عند الناس، ورغم ذلك كبرت راجل، ما تنمطيش يدي لبنادم. كان المدة ديال 4 سنين دابا، وكريت ديجا واحد 5 سنين اخرى، عييت بالكرا وما عنديش فين نمشي. انا ولد واحد المنطقة، وديك المنطقة صبح ما عندي فيها والو، اصلا والديا ما عندهمش تما شي حاجة، كلشي ديال الناس. توفوا والديا اصبحت ما عنديش. ولد الزنقة، ورغم ذلك كبرت ولد الزنقة، كبرت راجل ومحترم، عمر شي حاجة ما درتها تخالف القانون ولا تخالف المواطن، وكبرت راجل حر، ولكن تأزم الدعم بزاف. كازا كاملة تنمشي على رجلي، نقلب على الخدمة وما عنديش دعم، ما عنديش شي سند، ما عندي حتى حاجه، عندي الله سبحانه و4 الوليدات، علاش مكر؟ وتنطلب الخبز في المناطق كازا كاملة والمناطق ديالها، ونجيب لولادي وما تنشفرش، ما تتعداش، تنتجوز القانون، مواطن مغربي صالح، صباح الله والفقر. وتنتمنى من اي محسن يتحسن مع 4 الوليدات، انا ما بغيت والو، 4 الوليدات يكونوا مستقرين ونتمأن عليهم انا باهم، وانا باغي نتقاتل مع الوليدات عندهم طموح في المدرسة. 100 درهم ما دركتوش لديك البنية تتقرا، عندها رغبة في المدرسة من الحجر الصحي، وانا باغي ندير لها تليفون ب300 درهم، ما لحقتوش باش. قولوا الحمد لله على كل سهل، الحمد لله، هذا ما عطى الله والحمد لله. وتنتمنى اي محسن فوق الارض، اي محسن يتعاون مع 4 الوليدات، يحسبهم خوت، يحسبهم ولاد، يحسبهم ولاد اخو، يحسبهم ولاد جارو، ولاد اختو، ولاد ولد اخوه، كيما عجبهم يحسبهم. المهم يتحاسن معهم، انا ولدتهم بيت ويتحاسن معهم، انا ماشي مسامح فيهم، انا ما قدرتش نسمح فيهم. 4 الوليدات تنطلب الخبز، تنضرب الطريق على رجلي، تنمشي نجيب خبيزات بالتالي الصحيح، تنجيبهم من الاحياء ديال الدار البيضاء، من سيدي مومن، تنجيب خبيزات حتى للشلالات، تنجيبهم من الحي المحمدي، من عين السبع، من مبروكة، من سباتة. وانا معروف في هاد القبيلة ديال الشلالات والمنطقة ديال احنا حرودة، معروف فيها وكبرت فيها، وكبرت راجل ما كبرت الشماتة. بيت والدي الحمد لله احسن الظروف قدام الله، وعندي 4 الوليدات، وبيت المحسنين يتعاوني معايا، جزاهم الله بخير، الله اللي غيجازيهم. خويا انا كاري غير هاد نصبرت مع هادي، نضماني الدار، تيقول لي خرجي، ما عنديش فين غنخرج، انا عندي 4 الوليدات، كتساروني شهرين، تا الناس هاد زعما خسروا معايا ما والو، سيري قالك تحركي وتخدم راجلك عاد فاش خلصيني ولا خرجي ليا من الدار، اصلا ما بغين يخرجوني، وانا كنطلبها من المحسنين يعاونوني ونشوفوا من حال، حنا تقهرنا عينا هادي، الله تقهرنا خويا، بغينا نطلبوا من المحسنين، انا ما عندي تما ناكل، انت كتشوف حالتي كيفاش دايره، ما عندناش تما ناكلو، انا راه عندي 4 الوليدات، وبنادم كيشوف فيا انا، عندنا المجتمع ما كيرحمش، هاد السيده ديال الله يرحمها الوالدين هي اللي كتعاونني مره مره، كتعاونني كطوفي عليا في رمضان، ما كنلقى ما كناكل، الناس كسوا لي الوليدات، هاد السيده ديك كسات لي وليداتي ب4، ما عنديش، الله غالب علينا